إن العالم مليء بالأماكن المخيفة والتي ترتبط ذكرها بقصص الأشباح أو بعض الأساطير المرعبة الأخرى، إلا أن جزيرة لا إسلا ديمونياك أو جزيرة الدوم المكسيكية اعتبرت من الأماكن المرعبة في العالم، ليس لأنها مرتبطة بقصص أشباح أو بعض الأحداث المرعبة، لكنها بسبب ارتباطها بأمر أغرب من ذلك، وهو مجموعة كبيرة جدا من دمى الأطفال المعلقة على الأشجار في مختلف أنحاء الجزيرة. ترتبط قصة جزيرة الدواء ارتباطا وثيقا بقصة جوليان دي سانتا باريا، وهو مواطن من مدينة زوتشيميليكو، والذي ترك زوجته وعائلته في منتصف القرن العشرين وعزل نفسه على جزيرة في بحيرة تشيليو دون أي أسباب منطقية في ذلك الوقت. لكن في الوقت الذي ظهرت فيه قصة سانتانا بارية، كان الواضح أنه غير متزن عقليا. وبعد فترة قصيرة من الانتقال إلى الجزيرة، اكتشف دي سانتانا أن قشعريرة بالأبدان على شواطئ الجزيرة يشعر بها، وهي جثة فتاة صغيرة غرقت في البحيرة. ثم جاءت دمية صغيرة لتطفو أسفل القنوات في الجزيرة بعد فترة وجيزة من ظهور قصة الطفلة الصغيرة. وقد ساهمت تلك القصة في تغيير حياة سانتا باريا، وشكل الجزيرة بأكملها للسنوات القادمة. فقد أخذ باريا الدمية التي وجدها وعلقها فوق شجرة لاسترضاء روح الفتاة الغارقة، لكن الرجل الذي اعتبر نفسه قائما بأعمال الجزيرة لم يكتفي بدمية واحدة، فعلى مدار 50 عاما تالية كان سانتانا باريا يسحب كل الدمى التي يصل إليها من القمامة والقنوات ويعلقها على أشجار الجزيرة، وكانت بعض تلك الدمى كاملة وبعضها الآخر بدون رأس أو بدون جذع، وبعضها بدون شعر أو منزوعة الأجزاء من شعرها، وبعضها بدون عينين، مما يجعلها مروعة بشكل لا يصدق. وهذه التصرفات لا تبدو مثل تصرفات شخص سليم العقل ويتمتع بفهم صحي للواقع. وبجانب العديد من الشكوك المحيطة بهذه الأسطورة، فإن السؤال الأكبر هنا: هل قصة الفتاة التي توفيت على الجزيرة حقيقية؟ لم يعتقد كثير من الناس في ذلك، عائلة دون جوليان نفسه، أنه قد عثر على جثة فتاة بالفعل. وسواء كان جوليان قد اختلق تلك القصة أم تخيلها بالفعل أنها حدثت، فإن دون جوليان قد أضاع عمره لتخليد ذكرى تلك الفتاة حتى توفي عام 2001. وخمن ماذا؟ لقد تم اكتشاف جسده في نفس المكان الذي ادعى أنه وجد جثة الفتاة الغارقة فيه. ونتيجة لانتشار قصته، بدأ السباح يتدفقون إلى الجزيرة ويحضرون الدمى الخاصة بهم ليعلقوها على أشجار الجزيرة تكريما لذكرى سانتا باريا والفتاة الغارقة، بالرغم من أن الجزيرة الآن أصبحت مروعة وأصبح المرور بها يشبه التجول في أحد قنوات حضارات الأستيك القديمة. شكرا على حسن المتابعة المشاهد تيجي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.